نفذت وحدات من قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية كمينا محكما استهدف مجاميع من ميليشيا الحوثي الانقلابية شمال غرب محافظة مأرب وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن أبطالنا استدرجوا مجامع حوثية إلى كمين محكم في الجهة الشمالية من وادي الجفرة، ونتج عنه مصرع ما لا يقل عن 13 حوثيا وأسر من تبقى منهم. واستعاد أبطال الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر كانت بحوزة الميليشيا، وأضاف أن الميليشيا دفعت بمجموعة جديدة من عناصرها في محاولة منها لإنقاذ الموقف، إلى أن أبطال الجيش كانوا لهم بالمرصاد حيث فاجأوهم بكثافة النيران وأجبروهم على الفرار مخلفين وراءهم أسلحتهم وجثث قتلاهم. أفاد مصدر عسكري أن دفاعات الجيش الوطني أسقطت مسيرتين مفخختين تابعتين للميليشيا الحوثية الإرهابية كانتا تحلقان في المناطق الغربية لمحافظة مأرب. المصدر أشار أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين تحملان قنابل متفجرة أطلقها الحوثيون باتجاه المناطق الغربية لمأرب. أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران باتجاه الأراضي السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة. سددت ميليشيات الحوثي استهداف الأعيان المدنية في مدينة التحيطة جنوب الحديدة بقذائف المدفعية. وقال مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي قصفت الأحياء السكنية في الأطراف الشمالية لمدينة التحيطة بقذائف الهون الثقيلة مما أحدث دوي انفجارات عنيفة. وأضاف المصدر أن قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية خلف خوفا وهلعا في أوساط سكان مدينة التحيطة نتيجة ممارسة الحوثيين أعمالهم العدائية. وتواصل ميليشيات الحوثي ارتكاب أعمالها الإجرامية بحق المدنيين في مختلف مناطق محافظة الحديدة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال. اتفق قطيع من الأغنام بألغام ميليشيا الحوثي الإنقلابية في مديرية الزاهر بالبيضاء. مصادر محلية أفادت أن آخر الخسائر التي تسببت بها ألغام الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران كان قطيع أغنام يطوف المراعي في مديرية الزاهر آل حميقان بمحافظة البيضاء. وأكدت المصادر أن القطيع نفق بالكامل مما تسبب بخسارة كبيرة لمالكه الذي يعتمد عليه كمصدر اقتصادي يعول منه أسرته. وتعد محافظة البيضاء واحدة من بين محافظات عدة زرعت الميليشيا في مناطق متفرقة منها آلاف الألغام والعبوات الناسفة. هذا وتشكل الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في الطرقات وعلى تخوم الأراضي الزراعية وحول المراعي وآبار المياه وغيرها خطرا محدقا على المجتمع الريفي في بلادنا.